من فوق ومن فوق الراس مالك المشي شي حاجه الخرط النار هذا. وين تحيه طيبه لكم جميع السابعه فين ما كنتو. علاش بقى ما خصيش يدير هكاك الشيء؟ هذيك الرخيه باقي الطعميره ماشي مشكل، ولكن هاد الرخيه اللي رخا دابا ما خصهاش تكون. ولكن شوفوا الخوت، راه بعض الخطرات تيكون الحمام يا اما مدقدق ما عندوش المورال ما بغاش يطير بحال بنادم عندك المورال بالتريني ما بديش تريني راك عارف انت كذلك حتى الحمام كذلك. المهم الكسابة راه باين بين الحمام وبين اليوم واش فيه ولا ما فيهش، واش يقدر يطلع واش يقدر يخرج. ميم با ما وصلوا 6 واسط. كنت فكرت اخوتي واحد نهار شفت واحد الفيديو دغني المهم مؤخرا واحد حتى صاحبي الحمام يلا طلع مزوم ما والو وقال لك في 6 واسط. واخا هذا ما نعرفه راه تشوفه في الطبابة راه اشكال تاع السمان تاع السمان. اذا كانت هي على الحمامه حمام هنا وجل هنا عرفتوا راه عرفوا راه هبط كان هنا ومشى لهنا عرفوا راه طلع فهمتي. المهم ما تبقاش تكذبوا عنا الخوت وتبدا تصوروا عنا بزاف. حتى الحمامة صاحبي راه مرة عاطية ومرة ما عاطيش، راه ديما التواضع لكي يصل الإنسان. ما تنساوش الإنسان يحتاج للإنسان والجبل لا يحتاج للجبل، كما يقول المثل الأشياء التي أعرفها لا يضيع حجمها حفنة الرملة في يدي، أما الأشياء التي لا أعرفها فحجمها حجم الكون. والله يسر الجميع. شكرا على الفرجة، بيس ليكم، شي جيم شي كومنتير شي بارطاج من عندكم. تحية لكم، السلام عليكم.